اهلا ومرحبا بكل مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم لبداية حلم جديد، فرصة يمكن ان تزداد مع كل مباراة، وبالتأكيد الدفعة الاولى تكون من مباراة اليوم. مع كل مباراة يمكن ان يزداد الامل وترتفع الطموحات والثقة تزداد بمرور المباريات، لكن كل ذلك مرهون بالبداية في هذا اللقاء. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. برشلونة يحصل على الركنية الأولى في المباراة، يبعدها بقبضة يده. مدريد ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. ميسي كان يحاول أن يخلق الخطورة، لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. ليونيل ميسي. روديغير مدافع متميز، يعرف كيف يسيطر على عقلية المهاجمين من خلال تمركزه وقوته البدنية. يعتبر من أذكى اللاعبين داخل الميدان، وهذا يجعل من الصعب جدا خداعه أو مراوغته. الكرة ملعوبة من مسافة. كيليان مبابي. كامافينجا. كيليان مبابي. الكرة تصل إليه. لعبت جيدا لكن الاعتراض كان رائع. إيدير ميليتاو. الآن إمكانية المرتدة. بينية جميلة. يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. يلعبها في المساحة. هذه خطيرة. هدف لبرشلونة. برشلونة هو صاحب الضربة الأولى. يحاول أن يلعب كرة بينية. يلعبها لمنطقة الخطر. سجل هدف وحيد في هذه المباراة، وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. هدف مقابل لا شيء الآن. يمكن يسجل. كرة إلى الأمام. جميلة الكرة. رونالدينيو غاوتشو يتلقى هذه فرصة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. ركلة من الحارس تذهب إليه مباشرة. تغيير ملعب ناحية اليمين. الكرة الأرضية. يا سلام على الرشاقة. لاعب في الأمام في مكان التسلل. انخطفت الكرة. ميسي مر لي. خطيرة هذه الكرة. الله على لعبة جميلة. عير. يعيشون أوقات رائعة الآن. هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني انهم متحكمين تماما. ليفاندوفسكي. محاولة تسديد اخرى. يا سلام. كرة جميلة جدا في المرمى. قوة كبيرة وشجاعة امام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدف